الأخبار من الرأي. أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي، يقدمها لكم علي الموسى. والبداية مع أبرز العناوين. اليوم أنجزنا ما كان متبقي من الميزانيات. لجان البرلمان تسابق موعد فض دور الانعقاد، والميزانيات على أهبة الاستعداد. الخارجية تهيب باستخراج الجواز الإلكتروني، والداخلية تمدد وقت التسليم الرسمي. الاتحاد والبرلمان الأوروبي يدعمان مجدداً الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية. عام 2017 عندنا تقريباً 800 كويتي تزوج من زوجة ثانية. الرجل عيونه زايغة يعني دائماً يحب يطلع. تزايد حالات تعدد الزوجات، والرأي يسلط الضوء على الأسباب والتداعيات. رحالة دنماركي يتحدث عن رحلاته في 147 دولة دون طائرة. وفي النشرة، طلب الوجبات الجاهزة تهمة احتيال وخيانة لسارة نتنياهو. في خواتيم دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، تسابق اللجان البرلمانية تاريخ فضه في 28 من الشهر الجاري بحزمة من القضايا التي وضعت على توصيف الملح من الأمور، سيما ميزانيات بعض الجهات الحكومية التي لم يصوت عليها المجلس. وعليها أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد للرأي انتهاء اللجنة من مناقشة ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، موضحا أن التصويت عليها سيكون يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى ميزانية الدولة وميزانية الهيئة العامة للاستثمار وكذلك الحساب الختامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. توفيق من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. اليوم أنجزنا ما كان متبقي من الميزانيات، والميزانية الوحيدة اللي فعلا تأخرت تأخر كثير جدا هي ميزانية مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، في حين أن المفروض قبل 3 أشهر أو أكثر تصل إلى المجلس، والتأخير منهم مو منه، لكن الآن اليوم الحمد لله أمس واليوم أيضا كان هناك مناقشة للمؤسسة والشركات التابعة لها، وبالذات شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية، شركة الناقلات، شركة نفط الخليج والشركات الأخرى التابعة للمؤسسة. فقط يعني الآن بقي التصويت على ميزانية المؤسسة والشركات التابعة لها، وأيضا بقي التصويت على الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، وأكو أيضا حساب ختامي للمشروعات المتوسطة والصغيرة. إن شاء الله يوم الأحد القادم راح يتم التصويت على كل هذه الميزانيات. غداة إصدار قرار بوقف العمل بجواز السفر الكويتي القديم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. أهابت وزارة الخارجية بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بضرورة الإسراع باستخراج الجواز الإلكتروني الجديد تفاديا للتعرض للعوائق والصعوبات التي قد تواجههم في سفرهم. وأوضحت الخارجية أنه سيسمح لحاملي الجوازات الكويتية الدبلوماسية والخاصة القديمة غير منتهية الصلاحية بعد سريان هذا القرار بدخول الكويت عبر كافة منافذ الدولة، شريطة أن تكون الكويت هي جهة الوصول المباشر دون غيرها، مشيرة إلى أنه على حاملي جوازات السفر الكويتية غير الإلكترونية منتهية الصلاحية مراجعة سفارات الكويت في الخارج لإصدار وثيقة سفر اضطرارية لدخول البلاد.
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العمل لفترة ثالثة من الساعة 8 مساء وحتى 11 مساء اعتبارا من الأحد إلى الخميس لتسليم جوازات السفر الجديدة فقط. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه بناء على تعليمات وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ومن منطلق الحرص على التسهيل على المواطنين وسرعة الإنجاز، فقد تقرر استقبال مراكز إصدار الجواز الإلكتروني التابعة للإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر المواطنين لفترة عمل ثالثة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصدد إنشاء مركز إيواء للعمالة الوافدة من الرجال وفقا لما أعلنته الوزيرة هند الصبيح في تصريح لها على هامش مشاركتها بحفل سفارة أثيوبيا لدى الكويت بمناسبة عيد بلادها الوطني. وقالت الصبيح إن الوزارة تبحث نقل مركز إيواء النساء إلى موقع آخر ليكون أكثر استيعابا وأمانا لهن، وحول ما إذا كانت هناك اتفاقية بين الكويت وأثيوبيا تنظم عمل العمالة المنزلية. أفادت الصبيح بأنها في انتظار انتهاء وزارة الخارجية الكويتية والجهات الحكومية من تلك الاتفاقية وما يتخللها من إجراءات قانونية لترفع إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. كما ذكرت أن الاتفاقيات الخاصة بالعمالة الوافدة تختلف من بلد لآخر بحسب النظم واللوائح المتبعة في كل دولة. في سياق مختلف، أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد العزيز شعيب إنه تم تحرير 22 مخالفة بحق بعض الجمعيات التعاونية خلال حملات تفتيشية قامت بها الفرق المعنية بالوزارة خلال شهر رمضان المبارك، وشملت 62 جمعية. وقال شعيب إن فرق التفتيش وأفراد الضبطية القضائية قاموا بجولات تفتيشية بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تضمنت التدقيق على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني. حكوميا أيضا، أعلن الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس فؤاد العون نجاح الوزارة في توفير 678 مليون دولار خلال 10 أشهر العام الماضي لتقليلها كميات الوقود المستهلكة في تشغيل وحدات إنتاج الكهرباء والماء والاعتماد على وقود الغاز المسال، لافتا إلى أن الوزيرة بخيت الرشيد أشاد بكل من أسهم في تحقيق هذا الوفر المالي لخزينة الدولة. من جهة ثانية، قال العون إن اجتماعا عقد مع رئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه والمراقبين الماليين في الوزارة لبحث صرف بدل الليل للعاملين بهذه المحطات. في بروكسل، وخلال اجتماع بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ورئيس حزب الشعب الأوروبي الألماني ديفيد ماكليستر مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، أكد البرلمان الأوروبي دعمه للوساطة الكويتية بقيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية. وقال ماكليستر إن تهدئة التصعيد في الأزمة أمر حيوي للاستقرار الإقليمي، مضيفا إن الأزمة ستكون فرصة لتقوية علاقات دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى أن كل من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تبنيا موقفا محايدا منها. كذلك أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيرني عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الوساطة الكويتية.
الشرع حلل للرجل الزواج بأكثر من امرأة واحدة وصولا إلى الجمع بين 4 زوجات، إلا أن ذلك لا يتم إلا وفق شروط وضوابط تحكم تعدد الزوجات، وهي القضية التي أخذت بالارتفاع خلال الآونة الأخيرة. الرأي يسلط الضوء على تعدد الزوجات مع المعنيين في التقرير التالي لابتسام رمال. هو لم يخرج عن الشريعة الإسلامية بزواجه من أكثر من امرأة، إنه أبو عبد الله الذي كشف للرأي عن سر زواجه بأكثر من واحدة، وهكذا كان التعليق. الشرع حلل 4، تمام؟ يعني كل رجل عنده طاقة إنه يتزوج 4 إذا كان الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وما يخون زوجته من وراها وكذا، لأن الرجال يقدر. لما جاءت الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني كثير رجال يعولون على الموضوع هذا، بس طبعا مو يعني الأمر هذا مفتوح خلاص، يعني أنا أتزوج 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 وبعدين يعني أخدع بنات الناس، لا، يعني الموضوع فيه لا يعني شروط ولا يعني أول شيء العدل طبعا، بس الرجل عيونه زايغة يعني دائما يحب يطلع، يعني من يشوف واحدة يعني تعجبه وكذا خلاص يحطها بباله انه يتزوج، بس ان شاء الله انا ضال على الثالثة خلاص علشان ما توهقينا يعني. ولكن هل فعلا يستطيع ان يعدل الرجل في زواجه باكثر من امرأة؟ سؤال طرحناه على الخبير في العلاقات الزوجية الذي اكد تزايد هذه الظاهرة في المجتمع الكويتي. العصر الحديث تداخلت الثقافات، ها الثقافات الأجنبية اللي تقول ان الانسان ما يتزوج الا زوجة واحدة، وهذه ماخوذة من الدين خلينا نقول الكريستيان، عندهم هذا الشيء. وعندنا في الدين الإسلامي لا، الدين اعطاني الصلاحية اني اتزوج اكثر من واحدة، لكن لما تداخلت الثقافات فصار عندنا هنا احنا نوع من ردة الفعل. يعني قبل 100 سنة الزواج من الثاني امر نوعا ما مقبول، وما يكون في ردة فعل مثل ردة الفعل اللي نشوفها الحين المبالغ فيها. يمكن الحين بدأوا يعتبرون الزواج من الثانية نوع من الخيانة، بالعكس يمكن يعتبر بعض البنات حريم يعتبرون الخيانة اللي هي العلاقة المحرمة بين رجل ومرأة اهون من الزواج نفسه. وصاحب الزوجة الوحدة يسعد اذا سعدت ويمرض اذا مرضت، وصاحب الزوجتين بين نارين، وبالتالي قد يكون العدل 100% راح يكون صعب وغير موجود. وانا بقول احصائيه، يمكن اول مره انا اقول هالاحصائيه، طبعا برجوع الى وزاره العدل لقيت ان في عام 2017 عندنا تقريبا 800 كويتي تزوج من زوجه ثانيه، ولما اقول 800 انا قاعد اتكلم من 8000 حاله زواج بين كويتي وكويتيه. من 8000 عندي 800، بمعنى ان من كل 10 كويتيين واحد قاعد يتزوج ثانية. ممكن نقول في سببين، في سبب اللي يسمونه الحريم ان هذا الانسان اناني، ان ما تكون هي مو مقصره بشيء لكن هو يبي مزيد متعه، وقد يكون السبب ان زوجه ما تنجب زوجها خلينا نقول نكديه اوفر. ولكن ما هو الراي القانوني تجاه المساله؟ الزواج مو لعبه ولا النساء حتى لعبه. تعجبت من هذا يعني السؤال او الطلب، ان يبي زوجتين يقبلون انهم في يوم واحد يملك عليهم، فامر ما دش عقلي. سألتها ليش؟ كان يقول لأن أنا الشرع حلل لي 4، الحين باخذ 2 واليوز الثاني باخذه بعد شهر، فأمر طريف جدا. الزوجة تعاني دائما أو المرأة. أنا ما ألوم الزوجة الثانية لما تقبل في الزواج من رجل متزوج، قد يكون لها ظروفها. أغلب حالات الزوجة الثانية تظلم الزوجة الثانية. الرجل يبيح لنفسه بهذا الأمر، هو ماشي بالشرع أن الشرع حلل لي 4. طيب سألت سؤال أحد الأشخاص، أنت الحين تقول بأخذ الرابعة، المشكلة أنه بيطلق الرابعة عشان يأخذ واحدة رابعة، لأنه ما يجوز يأخذ 5 على ذمته. سألته سؤال، هل أنت قادر تعدل وتنفق؟ قال صراحة لا، هو كل واحدة تجيب عيالها وتصرف على نفسها. إذن أنت ما طبقت أنت الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قالت تعدلوا بينهم. الآن تقولين زين أنفق عليهم، الرجال قوامون على النساء. يقول لا مو صحيح الكلام، هي عندها راتب. يا رجل الشريعة الإسلامية قالت إن أنت من واجبك تنفق على الزوجة مأكل وملبس ومسكن، أنت ملزم بالشرع قبل القانون. وتبقى هذه القضية جدلية، ولا تتقبلها المرأة إلا في حالات استثنائية ومن وراء قلبها. ابتسام رمال، الرأي.
في لقاء مع الراي بمناسبة زيارته الكويت، تحدث الرحالة الدنماركية توربيون بيدرسن عن تفاصيل رحلاته في 147 دولة دون ركوب الطائرة، موضحا أنه كان يستخدم المواصلات العامة. كذلك كشف عن بعض المشاكل والعقبات التي واجهته في البلدان التي زارها، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة جدا في الكويت. Started the project in 2013. I have not been home now for 4 years and 8 months. I've traveled 194,000 kilometers and I've reached 147 countries so far. So the interesting thing about not using the airplane is that no one in history has been able to travel to every single country in the world completely without flying. The form of transportation that I use within this project is public transportation. It's primarily buses. I go with trains, I go with different ships and boats and ferries, and sometimes I travel on board container ships. So the problems that I generally face are tied into logistics or bureaucracy. So if we say bureaucracy, it could be a visa or a document or a travel permit that I cannot get. And if it's logistics, then it's perhaps an island that's far away or an area of the planet where there's some sort of conflict and I need to find my way through. In terms of problems in Kuwait, I think I haven't really had any. The main problem here has maybe been the heat, because I come from a country that's a little bit colder. I'm a foreigner, and I'm a foreigner in every country I go to except my own country. And usually taxi drivers, they're a different type of taxi drivers. Some are good, some are bad, but many of them, they're looking for an opportunity. And when they see a foreigner, then they know I don't know the price, I don't know the distance, I don't know the traffic, I don't know the time. So he sees an opportunity and he's trying to push me to take a taxi from the border to Kuwait City, which is maybe 2 hours driving, and he wanted $100 for this. But in the beginning, he didn't even say the price. He just said, get in the taxi, get in. But I've been traveling for a long time, and I've been negotiating with many taxi drivers and other people. So I say, no, I want to know the price, but he doesn't want to give me the price. And then finally, he says the price $100, and I say, this is too much. My budget is very, very small, it's impossible. He says, no, it's the only way, no other way. And then finally I discovered there's a bus leaving. So the taxi driver, he becomes very angry, saying, no bus, no bus, no bus, get in the taxi, get in the taxi. زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تواجه تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم عن إساءة استخدام المال العام في طلب وجبات جاهزة في مقر سكنهما الرسمي. وورد في لائحة الاتهامات أن سارة نتنياهو وموظفا حكوميا حصلا بطريق الاحتيال على أكثر من 100,000 دولار لشراء مئات الوجبات من مطاعم بالالتفاف على لوائح تحظر ذلك إذا كان هناك طاه في المنزل. وقد وصف رئيس الوزراء الذي يواجه هو أيضا سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد المزاعم ضد زوجته بأنها غير منطقية ولا أساس لها. خام الكويت يعزز مكاسبه، تابعونا في صفحة الاقتصادية بعد قليل. أهلا بكم من جديد. أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام بواقع 6 نقاط ليبلغ مستوى 4822.19 نقطة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 74,500,000 سهم بقيمة 21,200,000 دينار. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 63 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 71 دولار و45 سنتا،
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات يوم أمس بعد اطلاع المستثمرين على بيانات أسبوعية جديدة بشأن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة لقياس مدى قوة الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم ومدى سرعة ارتفاع مستويات الإنتاج. الجازي تقتنص المركز الأول في مهرجان الرويال سكوت، التفاصيل بعد قليل في صفحتنا الرياضية. من جديد أهلا بكم. بعد منافسة شرسة انتزعت الفرس الجازي الإسطبل الحميضي والصقر المركز الأول في مهرجان الرويال سكوت للخيول في بريطانيا الذي يعد من أعرق وأشهر سباقات الخيل في العالم، وتشارك فيه نخبة من أقوى الخيول العالمية. المهر الجازي قالت كلمتها وحققت إنجازا جديدا لمسافة الميلة بقيادة الخيال ويليام بويك وتدريب ماركو بوتي. والفرس الجازي هي ابنة شامردل والأم ابنة دانهيل دانسر. حسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور الثاني دور 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا إثر تغلبه على منتخب بيرو بهدف نظيف على ملعب ييكاترينبرغ أرينا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. وسجل النجم كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 34 ليصبح أصغر لاعب يسجل لفرنسا في تاريخ كأس العالم، كما حافظ زميله حارس المرمى هوغو لوريس على شباكه نظيفة ليكون أفضل احتفال بالمباراة رقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي. تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره الأسترالي بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما اليوم في إطار منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة القدم، ليعزز بذلك المنتخب الإسكندنافي حظوظه في التأهل للدور الثاني للبطولة. وأحرز اللاعب كريستيان أريكسون الهدف الوحيد للدنمارك في الدقيقة 7 من المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سامارا أرينا قبل أن يتمكن اللاعب مايل جيدناك من تعديل النتيجة لأستراليا من ركلة جزاء في الدقيقة 39. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نتوقف معكم مع حالة الطقس، كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب. في أمان الله. مساء الخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. نشاط في الرياح الشمالية الغربية مستمر معنا، لذلك أتمنى من إخوان الحداقة تأجيل أي نشاط بحري لحين أن الأجواء البحرية تبدأ شوي تتحسن ويصير في تراجع في سرعة الرياح، ورح نلاحظ أيضا وجود فرص للغبار اللي رح يؤدي في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية. وأتمنى من مرتادين الطرق أخذ الحيطة والحذر، وذلك بسبب الرمال الزاحفة اللي رح تتشكل خارج المدينة. ننتقل الحين مشاهدينا إلى الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 32 درجة مئوية شمالا، في مزارع العبدلي 30 درجة مئوية وجنوبا، في مزارع الوفرة 31 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 32 درجة مئوية، في منطقة السالمي 29 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 28 درجة مئوية. الأجواء بشكل عام راح تكون حارة نسبيا، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة إلى الأجواء البحرية الليلة خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج راح يكون من 3 إلى 6 قدم، يعني ما أنصح أي حد أنه يروح ويمارس أي نشاط بحري، والتيارات المائية ضمن فترة الفساد. ننتقل الحين مشاهدينا للطقس المتوقع باكر.
العظمى في مدينة الكويت 44 درجة مئوية جنوبا، في مزارع الوفر كذلك 44 درجة مئوية شمالا، في مزارع العبدلي 46 درجة مئوية، في مدينة الجهرة 45 درجة مئوية، في منطقة السالمي 42 درجة مئوية، وبالنسبة إلى الجزر 32 درجة مئوية. حالة البحر باكر هم ما أنصح أحد أن يمارس أي نشاط بحري، لأن ارتفاع الموج راح يكون من 3 إلى 7 قدم، والتيارات المائية كذلك ضمن فترة الفساد. الأجواء بشكل عام راح تكون حارة نسبيا ومغبرة، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 60 كيلومتر في الساعة. حين مشاهدينا راح أترككم مع حالة البحر مواقيت الصلاة. أما بالنسبة مشاهدينا للطقس المتوقع خلال 4 أيام الجاية، بإذن الله في يوم الجمعة ويوم السبت أجواء حارة نسبيا ومثيرة للغبار. درجات الحرارة العظمى في يوم الجمعة والسبت 43 درجة مئوية، والصغرى رح تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية، ورح نلاحظ استمرار في الرياح الشمالية الغربية في الأربعة أيام. وفي يوم الأحد أجواء رح تكون حارة نسبيا، كذلك في يوم الاثنين أجواء مشابهة إلى يوم الأحد حارة نسبيا. درجات الحرارة العظمى رح تتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية، والصغرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، ورياح شمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتر في الساعة. مشاهدين الحين رح أترككم مع درجات الحرارة في العواصم والمدن العالمية والعربية.